السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل. هنستكمل مع بعض شرح منهج Bridge to Success Grade 4. معانا اليوم Unit 2 Lesson 4. Lesson 4 بعنوان When I was young، عندما كنت صغيرا. Read and listen to the poem. عندنا قصيدة أو أنشودة. What do you think it is about؟ ماذا تعتقد عن ماذا تكون؟ How old is the boy now؟ وكم عمر الطفل الآن؟ خلونا نسمع الأول. The end. When I was one, I had just begun. When I was two, I was nearly new. When I was three, I was hardly me. When I was four, I was not much more. When I was five, I was just alive. But now I am six, I'm as clever as clever. So I think I'll be six now, forever and ever. طبعا الانشودة بعنوان The End، يعني النهاية. When I was one، عندما كان عمري سنة واحدة. I had just begun، يعني توا بدأت. When I was two، لما كان عمري سنتين. I was nearly new، أنا كنت تقريبا جديد. When I was three، عندما كنت ثلاث سنوات. I was hardly me، أكاد أكون أنا. When I was four، عندما كان عمري أربعة. I was not much more، يعني أنا لم أكن كثيرا، أو يقصد أنه ما كانش كبير يعني في الحجم. When I was five، لما كان عمري خمس سنوات. I was just alive، أنا كنت مجرد عايش أو على قيد الحياة. But now I am six، I am as clever as clever، يعني أنا شاطر. كم clever يعني شاطر أو شجاع، شجاع كما أنا شجاع. So I think I will be six now forever، وأنا الآن أعتقد أني سأكون ست سنوات للأبد. Forever and ever يعني إيه؟ للأبد. تمام. What is a poem؟ البوم إحنا قلنا إن هي عبارة عن إيه؟ أنشودة. What do you think this poem is about from looking at the picture؟ يعني عن ماذا تعتقد ان القصيدة بكون عن؟ هو بيتكلم عن the stage of his life، مراحل حياته من age of one الى يعني كتب الى age of six، ست سنوات. Are there any rhyming words in the poem؟ كلمة rhyming words الكلمات اللي هي على نفس الوزن، يعني عندي كلمة one و begun، two مع new، three و me، four more، five و alive، six ملهاش هنا شيء. عندي clever و clever طبعا نفس الكلمة ما تغيرتش، أو clever مع كلمة ever. الرايمينج اللي هي الكلمات المتشابهة في النهايات. How old is the boy now؟ هو قال إن هو وصل إنه كان 6. He is 6 years old. How old are you and what do you do at your age؟ كم عمرك؟ طبعا الطفل هيعبر عن عمره، هيقول I am مثلا عمره 10 years old. The end. Say the words aloud match the rhyming words. Rhyming words زي ما قلنا الكلمات المتشابهة. عندي alive مع 5، وعندي كلمة two مع new، كلمة more مع four، وكلمة one مع begun، وكلمة me مع three. Activity two أو activity three، هنسمع مع بعض المقطع الصوتي وهنشوف الكلمات اللي هي على نفس الوزن. Listen to the words and write. For every word there are two spelling. كل كلمة ليها شكلين مختلفين من طريقة الاستهجاء، وبعدين هنكتبهم مع بعض. هنسمع مع بعض. One. رقم واحد. Eight. E-I-G-H اللي هي رقم تمانية، و eight التانية يعني A-T-E اللي هي أكلة، الماضي من verb eat. Two. رقم اتنين. One. One ليها طريقتين الكتابة، O-N-E يعني رقم واحد،
و WON 1 اللي هي يفوز أو فاز في الماضي. 1 WON 1 8 1 1 3 رقم 3 2 2 TWO 2 يعني رقم 2 و 2 TOO يعني 4 TOO يعني أيضا B رقم 4 B لها طريقتين BEE اللي هي بمعنى نحلة BEE يعني نحلة تمام و B اللي هي BE بمعنى verb to be يعني يكون B 5 رقم 5 hour 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 ليها طريقتين O U R و H O U R O U R بمعنى ملكنا يعني مثلا نقول our classroom يعني فصلنا وكلمة our H O U R بمعنى ساعة. خلينا نشوف مع بعض الأجوبة زي ما قلنا 8 مع 8 1 مع 1 2 مع 2 B مع B و hour مع hour زي ما أنا شرحت. Write the words from activity 3 for the sentence. There are 60 minutes in every طبعا every hour. My mother will at the school for me at 4 o'clock to take me home. My mother will be اللي هي بي الأولانية سوف تكون في المدرسة لتأخذني الساعة 4. I some chocolate أكلت I ate أكلت some chocolate this morning it was delicious يعني كان لذيذ. He first place in the competition يعني فاز بأول جائزة أو أول مكان في المسابقة. One اللي هي WON تمام. Number 5 I am going to هنا اللي هي TO بO واحدة يعني ذهب إلى أنا ذاهب إلى the station المحطة at 6 o'clock الساعة 6. 1 طيب find one more word to rhyme with each pair of words يعني هندور على كلمة زيادة لكل واحدة من هذين يعني عندي 1 مع begun مع 1 WON كلمة 2 مع new مع 2 اللي هي TO أو TOO كلمة 3 مع me مع كلمة knee 4 مع more مع كلمة floor و 5 alive مع drive. وبكده نكون وصلنا لنهاية شرح lesson 4 لجريد 4 unit 2. شكرا جزيلا لسماعكم. كان معكم مستر إيهاب عادل.